الشمعون الرياضية في العاصمة اللبنانية بيروت ذهب نصف نهائي منطقة غرب آسيا حين يستضيف الوحدة السوري ضيفه هذه الفني بعد استقالة العراقي عدنان حمد عقب خسارة الوحدات ذهاب نصف نهائي كأس الأردن أمام الفيصلي، وبالتالي ستكون مواجهة الوحدة مفتاح استعادة الثقة. وفي الطرف الآخر يسعى الوحدة بقيادة المدرب حسام السيد إلى تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب أواخر الشهر الحالي في عمان، ويعود الفريق السوري على قائده أسامة أومري وهدافه رجاء رافع. حققت الأندية